تتصدر ولاية باتنا المرتبة الأولى وطنيا في جني التفاح من حيث الجودة والنوعية، أين شهدت بلدية باتنا المنتجة للتفاح إنتاجا وفيرا لهذه السنة وفقا لتصريحات مدير الفلاحة لولاية باتنا. كما تعرف احنا ولاية باتنا تعتبر من بين الولايات الأولى وطنيا ولا الأولى وطنيا في جني التفاح، حيث تجاوزت المساحة الإجمالية أكثر من 5300 هكتار، المساحة المنتجة وين تجاوزنا 4400 هكتار، الإنتاج لهذا الموسم وين تجاوزنا 1,355,000 قنطار بكل أنواعه. احنا بالنسبة للأقطاب، أهم الأقطاب خاصة بالتفاح هي قطب إشمول، قطب وطاقة، قطب مريال، قطب حيدوسة، وأيضا هناك أقطاب أخرى مثلا قطب الريس، قطب عين توتا، وكاين في وين رانا نشوفوا ثاني زيادة في الزراعات وين في تكسلان، راس العيون، هذيك المناطق، وراهي المساحات راهي تزيد عام موسم عن موسم، وإن شاء الله نوصلوا يعني لإنتاج أكثر إن شاء الله، وهذا يعني نظرا للمجهودات الكبيرة اللي توليها الدولة الجزائرية ممثلا في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وأيضا السيد والي الولاية الدكتور محمد بن مالك لما يوليه من أهمية كبيرة، وأيضا البرامج المختلفة من الدعم الفلاحي متمثل في الأحواض المائية، أيضا الكهرباء الفلاحية. كما تعرفوا احنا في ولاية باتنا الكهرباء الفلاحية حيث تم إحصاء أكثر من 3200 مستثمرة فلاحية، وتم دراسة أكثر من 1400 مستثمرة، وتم ربط أكثر من 400 مستثمرة، منها 340 مستثمرة وضعت حيز الخدمة، وهذه كل تدخل في يعني في مجهودات الدولة الجزائرية من أجل تنمية الفلاحة على مستوى ولاية باتنا بما فيها شعب التفاح. احتلت كل من بلدية حيدوسة، أشمون، وادي الطاقة وبلدية أخرى من ولاية باتنا المراتب الأولى في إنتاج التفاح، حيث استفادت هذه المستثمرات من الدعم الفلاحي، وهذا لما يوليه والي ولاية باتنا من أهمية كبيرة بالقطاع الفلاحي لرقيبه قدما.